بعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم نشرة جوية التي نبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تسجل درجات الحرارة 27 درجة مئوية، الملموس 24، ورطوبة مرتفعة نوعا ما حوالي 52%، وسرعة الرياح معتدلة إلى خفيفة حوالي 15 كيلومتر في الساعة. ننتقل الآن توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم. إربد تسجل 34-16، المفرق 36-17، جرش 35-16، وعجلون 32-15. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة عمان 32-19، البحر الميت 40-23، الزرقاء 36-20، البلقاء 35-18، ومأدبة 34-18. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 30-19، الطفيلة 33-16، الشبك 32-18، معان 34-21، والعقبة 40-24. المنطقة الشرقية رويشد 38-20، الصفاوي 38-21، والأزرق 39-21.